بشلك قناعي بكشر عن انيابي. الربش قضية خسرانة دم مني محامي. في عندك هون مواهب تقدر بثمنها. بدك اياني بس بدك ترقص على اللحن. ما بدك تمول احكي لي هيك من اول. زمان ام كلثوم وعبد الحليم خلاص اتحول. انتي قادك مش راكب يا اخي والله ما فهمنا. احنا فن الانتقاد فكيف بدك تنتقدنا. صبرت لدربت لعبرت لكبرت. هربت ما هربت وكل شيء اجاب الوقت. غنت لطلع حالي من هذا الراوي لاني زهقت من حفرتي. انا احمد هو محمد. احنا جروب ريد لاين. نحكي لك عن مشاكل اللي بصير عنا بالحارة. حضلنا غني لعد ما تعطيني الاوكي. بنغني راب عربي. جروبنا متكون من 4 اشخاص زي ما حكينا احمد ومحمد ومعنا كمان 2. بدينا من 2006 ومواضيعنا بتتكلم عن اغاني يعني عن مواضيع هادفة. بنتكلم عن مواضيع هادفة وهيك. يعني انا 4 جمل وانت 4 جمل بعدين انا 4 جمل وانت 4 جمل في نفس البارت. بالضبط بارت واحد بس انه بين انا وانت وانت وهي. لازم نبدا من جديد. ننسى الماضي ونخلي الحزن عيد. نفكر بالمستقبل ونبني لقدام. نوحد التفكير وخطوه الاقدام. صوتي موجه لكل شاب او فتاه اخذوا مفهوم السلام وفهموا. بدأ أول كلمة بالسلام وعليكم. كلمات معطرة من قبلي إليكم. يا بن هذا الكلام على حب السلام كما عودني دين من جين الإسلام. دين التسامح والأخوة حب الخير. الكل كان يفكر إنه إحنا عكس السير. لا لا هذا مش تفكير خاطئ. هذا مش تفكير واحد السير. إحنا عندنا في الراب ممكن نتكلم عن كذا موضوع. إحنا يعني مش مسكرين يعني حدودنا مفتوحة. في موضوع الراب هذا كتير ساعدنا في انه احنا نتكلم عن اي موضوع بدنا اياه. بس انه احنا عندنا في الراب احنا موسيقى ممكن تحكي احتجاجية. انتقاد. بدك انت يعني احنا هذا هدفنا احنا نوصل اول شيء رسالة. ما فهمنا احنا فن الانتقاد فكيف بدك تنتقدنا. صبرت لا تدربت لا عبرت لا كبرت. هربت ما هربت يعني انا صح اني بغني راب مفروض اكون ياو ياو وشغلات هاي. بس انه بسمع عمرو دياب بسمع كم ساهر يعني نقرا شعر. يعني مش انه احنا خلاص انه احنا متعمقين في الراب العربي لدرجه انه راب عربي هو الراب العربي. محمد يلا يعني انا مثلا اذا بدي اسمع اشي حلو ممكن اسمع اشي لعمرو دياب وكتير كتير كتير اكون منبسط. بس مش هروح اسمع سعد صغير وبحكي لي اركب الحنطور ومش عارف ايش. البلح 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 البلح. عندنا مشكلة بالوطن العربي هي أزمة إنتاج الموسيقى الموسيقى الحقيقية الموسيقى اللي ممكن تترك أثر ثقافي في العالم العربي. بدي طفل الشموع ما بدي اياكم تشوف الدموع. بس الضغط والقلب من جواته مجوع. احنا نضرب قلبي كواد الصوت مش مسموع. كأني مربي بصحرا باكل شوك من الجوع. قطعوني بسكين هالقلب المسكين. كل ما حكي تحكي ديك الهوفي بسنين. لكن حاليا في بعض البلدان العربية بتحسي انت انه في بعض الفرق الموسيقية اللي هي بتقوم على هامش الدولة على هامش المؤسسات بعيدا عن الرقابة ممكن تخلق حالة موسيقية جادة. يكون لها دور بتطوير الثقافة الموسيقية بعالمنا العربي. C-A-R-B-O-O-N رابر ثابر في هذا الفن. يعني مش بسهولة بتقدر تنتقدني. حط السماعة وعلى الصوت وسمعني. احنا فن الانتقاد كيف بدك تنتقدنا. مهما تسوي ما بتقدر تمنعنا. زمانك ولا هذا زماني. اسمع كل كلامي وركز. انا بسمع بشوف بحكي برجع اكتب. قلت كلامي ما بترجع ولا بشطب. حكينا على مشاكل صارت هنا وهناك. لسه الناس مش دخلة في راسه فكرة الرب او اعلام عامه. يعني لما يجي لك منتج يحكي لك مثلا انا شو ممكن اربح من وراك اذا عملت لك فيديو كليب او البوم. لسه الفكره لسه مش داخله راسهم المنتجين. يعني ايش يعني ايش منتج ممكن يربح من واحد ممكن يغني راب. هم هيك حاطين في راسهم.
ما بدهم يسمعوا اغاني جديه، بدهم اشي يفرح وشغلات هاي. ف بالضبط شغله ترفيهيه، ما بدهم هم يخسروا مصاريهم على اشياء عاديه، هم هيك شايفين. نفترض الاعمار هاي بين 12 لعمر ال 20، هاي هل 12 بعد 10 سنين اذا ضلوا الراب يتغنى، هل 12 كم يصير عمره؟ يصير عمره 22، هيكبر 22 كمان نحكي 10 سنين 32، فهذول كبروا على الراب. الاغاني هاي اللي بيستخدمها مصطلحات يعني صعب يفهموها الصغار، بس لما يجي واحد صغير مثلا عمره 13 سنه 14 سنه تسألي مثلا ايش الاغنيه بتسمعها، يقول لك مثلا اغنيه السلام لجروب ريد لاين. طيب شو قصتها؟ ايش الفكره؟ بقول لك الفكره، هذا صغير يعني ايش عرف مواضيع السلام وحروب اهليه وفتن وكذا، من يعني من هو صغير خلص بصير يوعى يعني يفهم اشياء اكبر من عمره، فهي بتفتح مجالات لنا انه نوعي الناس على الاشياء اللي احنا قاعدين بنقدمها، ونغير الفكره اللي هم حاطينها في راسهم انه مثلا هذا شبه في الغرب او انه هذا كله سب وهيك. من لهناك ناس مدّوا طعم الحريه، والسبب كان بس بالانظمه القمعيه، غزه جنين، بغداد، البصره نابلس، الشعب بموت ولسه ساكت وحابس النفس الاخير لانه خايف من الكبير. يعني هن هذول التقليديين اللي هن لغوا كل شيء في حياتنا، لغوا الحياه السياسيه والاجتماعيه والثقافيه، لغوا كل حياتنا. هلا انا بيحاولوا اي شيء جديد، اي فكره جديده يلغوها لانه هي بتأثر عليهم. كل شيء كل شيء جديد في المجتمع واللي بتناولوه الشباب في لباسهم في حياتهم في أسلوبهم في آليات كتاباتهم في موسيقى بيرفضوها، بيقولوا هذا تقليد للغرب. هلأ انت شوفي الشارع العربي مليء بالحريات، مليء بالأفكار الجديدة، وخصوصا بعد الربيع العربي جزء منه الموسيقى. لما بدهم يرفضوا أي شيء بيتهموا كل الشباب إن هدول منسلخين عن واقعهم. طب هدول المنسلخين عن واقعهم كيف عملوا ثورات؟ احنا وقت ما ننزل اغنيه بكون احنا خايفين من اي انتقاد منها، لدرجه انه ممكن يعني اذا الاغنيه ما زبطت او ما مسكت مع الناس او ما حد سمع عليها او ما في داونلود عليها زي ما حكى محمد، احنا نفسيا بنتضايق نفسيا يعني ما بنحس الاغنيه اشتغلنا عليها بس ما حبت النص. فاحنا نكتشف الشغله هاي قدام النص. والله بضرب صوتي زين يعني بجد. لما تشوف في كثير ناس مش شرط يسمعوا رب، بس تشوف في كثير ناس جايين عشان عارفين انه في رب هون او في حفله هون، بجد شغله كثير بتبسطني. ان شاء الله خير، ان شاء الله احنا بنبدع كمان. اوكي اذا كان الناس متحركين معنا، اذا كان في رياكشن مع الناس وقتها احنا بنحس انه احنا تعبنا صح على الاغنيه، والاغنيه اجت مفعوله ولقينا اعجاب الناس منها. محمد هلا بخمس اغاني شو نختار؟ شو نختار؟ بديت الصور بس. ايوه قلبي. خمس اغاني شو نختار؟ وردة السلام وتكنو وليلي عين. بس هدول. احنا هلا باك ستيج، هنطلع بعد العرض هذا او اللي بعديه يمكن. قاعدين هلا نفسيات شوي، بدناش اعصاب وهيك، مرتاحين جدا. اتبعوا اشي حلو يعني ان شاء الله، يعني الناس اتحمسوا معنا. مرحبا ما عشنا في بلاد يعني انه يعني فيها ثورات او فيها انتفاضات او فيها احتلال او شيء زي هيك، بما انه انا فلسطيني
واهلي عايشين في فلسطين وهيك، فبضطر يعني انا مش انه ملزم بس انه هذا خلص في الدم بمشي، يعني انه انا فلسطيني مش راضي على هذا الحال. انا ما في بيدي ايش اسويه، يعني لا انه انا قادر مثلا اروح احارب ولا قادر احرر ولا قادر يعني اتناقش مع ناس انه قادر احل القضيه الفلسطينيه. السلام راح يداوي، فرقونا لبلدان، فرقونا كالوان، قسمونا طبقات وضاع حق الانسان، الكره غطى العالم ورست معالم. اكيد يعني لما اشوف انه يعني الشعب الوحيد اللي مش مجتمع في بلد واحدة ومتشتت في أكثر من دولة، ولا أنه يعني الأهل مجتمعين بنفس المكان أو بنفس الدولة، هذا إشي طبيعي يخليني مثلا أنه أنا أثور ويصير فيني غضب على اللي قاعد بيصير هناك. أبسط سلاح عندي اللي بقدر ممكن أوصل رسالة للشباب اللي بجينا سواء في فلسطين ولا يعني في بلاد الشام او في مصر او في الخليج او في اي دوله في العالم، كانت السلاح الوحيد اللي بقدر ان اوصل رساله فيه اللي هو الراب، الراب العربي. احنا وصلنا لمرحله بنبدا على التغيير، بسياسه الكلام مش بسياسه التدبير، نحقق المستحيل بدون التعجيز، والشغله بدها تركيز، الشغله بدها تجهيز، فالشغله بين ايدينا نهدي هالاولادنا، يمكن يوم من الايام نحقق احلامنا، رفع رايه النظر بنطالب بالسلام والعوده والرجوع. كلا لما خلصت أغنية السلام لما نزلنا جاء واحد كلمني قال لي بدي رقمك أنت وبدي رقمك أنت فوق، بدي أكم تجتمعوا عاملين زي حفلة في جامعة قطر، بدي أكم تيجي تغنوا راب أغنية السلام وهيك. والله؟ آه. قلت له خلاص أوكي ومش عارف شو، المهم حكى لي أعطيني رقمك وهيك، فبس أخذ حكى لي بكلمك هاليومين إن شاء الله عشان الحفلة الأسبوع الجاي. ما بنضمن احنا انه نضل نغني راب لبكره او يعني لقدام كمان سنه او سنتين، او يمكن المجتمع اللي احنا فيه ما يتقبل فكره الراب العربي اللي احنا قاعدين بنقدمها، بس اللي احنا حابين نوصله انه نوعي الجيل الاصغر منا، الجيل اللي هلا طالع اللي بيسمع راب عربي، نوعيه على اشياء احنا ما كنا فاهمينها لما احنا كنا بجيلهم. فان شاء الله يعني بنقدر نوعيهم بهذا الاشي ويكون الجيل اللي جاي احسن من الجيل اللي احنا فيه والجيل اللي قبله. كل فلقة جمهور وفلاه نصب، سمعت؟ احكي لي شو رأيك هلا بجمهور الهيب هوب؟ شو؟ يا خي فهمني عن شو انت قاعد بتحكي، اقنعني انك مبسوط بحياتك وبتشكي. احنا فن بيون بيرن بيزن بيحن بيجن سن، هالفن لسن هالزج سن بينشحن بسلوب خشن، فمن لحن هجوم بشن عندك لشن. بطل الك مجال تيجي تجادلني، فني واثق فيه أبد ما بيخدلني، خمس سنين وأنا بنحت بهذا المجال، اسأل الشارع واسأل عن هذا الحال، حاول تعبر عن الوضع.